ليش ما حدا من أهلك بيعرف إنك جاي لهون؟ هالشي ما بيخصك سيد رشاد. إلي هلا. اللي سمعتي مزبوط. مزبوط. إيه مزبوط. مثل ما سمعتي. عادي لنحكي. رجاء عادي ست مريم. تفضلي. ها انت امسحي هون، انا فايتة لجوا، بدنا نخلص على بكير. راي على شغلي، برجع المسويات. الست مريم قاعدة بجنينة، بجوز تلتقي فيها. يلا بخاطرك. مهونة عيني. إذا لازمك شي للمطبخ بجيبه معي. لا أنا وأخي نازلين على السوق. ماشي. المسا بشوفك. لك أنت مو معقولة، ما سمعتي؟ الزلمة قال لك بخاطرك، ليش ما رديتي عليه؟ شبكي ليش عم تتأفأفي؟ أنا شو بيعرفني؟ فجأة لقيناها هون بالشركة، أكيد هي كمان دريت بالقصة لأنه صوتهم طالع لبرا. شو الحل هلأ؟ عم قلك ما بعرف، ما خلصنا من مصطفى، طلعت لنا الست مريم كمان، عم نسكرها من طرف فترد تنتزع من طرف تاني. قيم الأكل؟ اسمع أخي، أهم شيء إنهم ما يشوفوا بعضهم، دير بالك. إيه أمرك يا معلم، دم بالبيت أنت وتأمر علينا. وخبرني إذا بصير شيء. إذا ضليت عايش بخبرك. صباح الخير يا أهلين. فطران شي سيد مراد؟ حضر لك شي تاكله؟ لا فطرت بس بشرب قهوة. هاتيه على غرفتي. شبك سليم؟ صارت مصيبة. شو؟ شو صار؟ أهلين مراد. كيفك خالة بيسان؟ أنا منيحة. لسه ما تركته لسليم؟ شو بعمل؟ مجبور. حلو كتير. رايحين على غرفتي، عن إذنك. تفضل. وين مرام؟ قالت رايحة تتمشى. كيندا، كيندا، شوفي مين إجا. كيندا، مرام هون عنا. أهلين مرام، عنا هون. كيفك حبيبتي؟ بس ما كون ضايقتكم من الصبح. معقول هالحكي حبيبتي؟ ما عم أحسن أطلع من البيت، حاسة حالي محبوسة، بخاف يلقطني شي صحفي بالطريق. أهلا وسهلا فيكي، فايتة أعمل دوش وراجع لعندك. ماشي. تفضلي مدام مرام، خدي راحتك. إيه سليم كيفه؟ عم يتحسن شوي شوي، بس هو كتير ضايج من الشي اللي صار، تعبانة نفسيته. مو سهلة، هذا نزيف معوي. انت بتعرف منيح انه ما صار معه نزيف معوي، سليم كان رح يموت حاله بسبب هديك البنت. انو بنت؟ اللي اغتصبوها. مراد قال انكم بتعرفوا القصة. ايه حبيبتي، هالبنت كتير وقحة، ما بتستاهل ينحكى عنها. انا مستغربة ليش كل هالقد كبرتوا للموضوع. حبيبي شمسي، ساوي لها فنجان قهوة لمرام، أنا هلأ راجعة. أي تكرمي، عن إذنك. بس شو ما كان وضع للبنت، المهم إنه انتزعت فرحتنا. سكر؟ لا، ما حسنت أتهنى بليلة عرسي. كندا معها حق، أنتو كبرتوا الموضوع، مبين إنها نصابة وبدها تطلع كم قرش. هيك قلتك سيد شمسي؟ بس في أكثر من سبب بيخليني إني صدقها.
فاطمة فوتي نظفي لي اوضتي ولا تنسي تحت التخت كمان. تكرمي قطعة كتير كتير حلوة. شوفي ألو. إيه أخي سامعك. طيب شوي وبكون عندك، بس اوصل فورا منبلش. ماشي يا اخي. كتير لا بقلك. تفضلي جربي هذا كمان. اخي كريم